كان بدي أعطي مثل مدرسة ليسا أو مدرسة رميش. نحن بنعطي مثل لفعالية الأنظمة بمقارنتها لمشكل. بناخذ مثلا المشكل عم بتمش على الأولاد بمدرسة معينة، بنشوف كيف ينحل بالنظام المخصصة الحالي الطائف، كيف ينحل باللامركزية الإدارية، وكيف ينحل بالنظام الفيدرالي. إذا معي 10 ثواني بعطيك هالكتاب. يلا 10 ثواني. أوكي 10 ثواني. بالنظام الحالي المخصصة رئيس المدرسة بيتلفن لرئيس الحزب بيقول له دخيلك، لا بيبعت حدا على وزارة التربية بيقول لهم عم تشتع على الأولاد، بيقول لهم مزبوط بس عم تشتع على الأولاد ببعقلين كمان وبالهرميل وبالعكار، بيتفقوا انه بدهم يعملوا وحدة هون وحدة هون وحدة هون وحدة هون مخصصة. اسمها مخصصة. بالنظام الفيدرالي كتير بسيط، هيدي الضيعة على أي كانتون من ضرائب الكانتون بده يأمنوا الأولاد، راح نحلي. مدرسة ليسا ومدرسة رميش نحلي. بالنظام المركزية كارثة إدارية، المركزية إدارية مدرسة ليسا مدرسة أو رميش عم بتنش على الأولاد، بيطلع الرئيس المدرسة عند رئيس القضاء بالحالة مثلا رميش بنت جبال، بيقول له عظيم في عنا مزبوط معك حق، في عنا 22 مدرسة عم بتنش على الأولاد وفي عنا بيجي لنصلح 8. مين بيعمل بالأول؟ أي 8 رح يعمل، ومش رح يعملها من باب طائف، انتبه ما قصدي هيك، لا بدنا يعملها أنه منتخب. صحيح. واللي منتخب بده يرجع ينتخب، مين بيصوت له؟ جمع. خلاص. بدي أشكرك. يعني كارثة اللامركزية الإدارية، كارثة الكوارث. نظام الطائف أحسن بكتير من اللامركزية الإدارية.